ومع اكتمال وصول حجاج القرعة للمدينة المنورة تستمر الخدمات المقدمة لهم حتى مغادرتهم إلى مكة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري. منذ لحظة وصول حجاج القرعة إلى مطار المدينة المنورة وهناك رعاية مقدمة لهم من قبل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، هذا الاهتمام يمتد إلى توفير الحافلات لهم بمجرد الخروج من المطار ونقلهم مباشرة إلى فنادق إقامتهم الموجودة والتي تم اختيارها بمحيط الحرم النبوي الشريف من أجل أن يستمتع الحاج بالتردد على المسجد النبوي والصلاة في الصلوات الخمسة، وهو ما أدى إلى ارتياح كبير بين الحجاج نتيجة الاختيار هذه الفنادق بالقرب من الحرم النبوي الشريف، فضلا عن التجهيزات المختلفة الموجودة داخل هذه الفنادق والرعاية المقدمة للحجاج. الخدمة المتميزة التي تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها هي حجز الروضة، حيث يتم بالتنسيق مع السلطات السعودية حجز الروضة للحجاج المترددين على المدينة المنورة، يتم اصطحابهم بواسطة ضباط البعثة حتى الوصول إلى الروضة والصلاة في الروضة الوقت المحدد من قبل السلطات السعودية. كل الحجاج الذين ترددوا على المدينة المنورة تم لهم زيارة الروضة بفضل هذا التنسيق وهذا التجهيز من قبل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، وهما أدى إلى الارتياح الكبير بين الحجاج الذين يقصدون الروضة باستمرار، كذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التجهيزات تستمر حتى بعد تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، هناك استمرار في الرعاية والخدمات المقدمة لهم حتى تمام عودتهم إلى أرض الوطن إن شاء الله.